لا أنا أول ما أجيت على تركيا أجيت ب 2014، درست في المدارس المؤقتة، دخلت صف الثامن على المدارس التركية، وكانت مدرستي يعني مهتمة كثير بهاي الرياضة وأعجبتني، ومن هنيك بدأت. حلو. طب هاي المباراة كثير ناس بتقلك انه يعني انت عم تزت هالطابة، اللي ما بيعرف قد ايه بدها لياقة، قد ايه بدها دقة، قد ايه بدها انه صحيح، حتى حاليا البينج بونج وتنس الطاولة صاروا رياضتين مختلفتين. والله هاي انا ايه معلوماتي قديمة، منيح عملت لي ابديت. شو الفرق بيناتهم؟ على التنس الطاولة هي عبارة عن خشبة وجلدات، جلدات بلاستيك يعني. المضرب قصدك؟ ايه البينج بونج عبارة بس خشبة، خشبة وورق ما جلد. والله شو بيفرق نور يعني لما بيكون المضرب من تنس جلد او الطاولة بتزداد سرعة الطابة. ايوه بصير بدك تحكم اكتر. ايه طب شو بدنا لياقة، يعني انت شو لازم تكون كلاعب لتنس الطاولة، يعني شو لازم يكون ما عندك لياقة وشو لازم يكون عندك شغلات غير العاب؟ هلا ما بيكفي انه بس انه والله امسك الطابة وارميها، لازم يكون الرفلكس عندك كثير قوي، في تمارين مخصصة بس للرفلكس، سرعة بديهة والرد رأسا. البديهة، اللياقة، الفتنس، ما مهمين كثير، سرعة الرجلين، يعني سرعة الرجلين بالمستوى العالي شيء كثير سريع كثير قوي. يعني التدريبات معنا اللي بتعملها هي كلها بتكون انت عم يعني ترد الطابة، عم تلعب لا لا على الطاولة، ولا بيكون في تمارين أخرى كمان يعني لرفع لا، لياقة يعني الجسم؟ مثلا التمرين 3 ساعات او 4 ساعات، ساعتين منهم تكتيك يعني فوق الطاولة، والساعتين التانيات ريفليكس ولياقة هيك. يعني ما حدا يقول انه هاي اللعبة سهلة واي حدا لا بيقدر. لا ابدا ابدا، ما رياضة سهلة ابدا. طيب يعني كشاب سوري موجود بتركيا، كلنا بنعرف انه نحن الشباب السوريين او السوريين عموما موجودين في تركيا مطلوب منهم كتير قصص، مطلوب منهم انه يدرس، يشتغل، يتعلم لغة، يعني غير عن اوروبا وغير عن غير اماكن، وبنفس الوقت يلحق موهبته او شغفه. كيف عم تقدر توفق بين كل هدول؟ وهل بتشتغل أو بتدرس؟ شو بتعمل؟ هلا انا كشغل ما بشتغل، كنت اشتغل عن طريق الانترنت هيك. آه حلو. اما من ناحية انه توفيق بيناتهم، مثلا بشكل طبيعي كنت داوم بمدرستي صباحا لا تنتهي المدرسة، بعدين ارجع للمنزل اذا كان عندي شيء لازم خلصه كدراسة او هاي، واغلب الاوقات يعني كان تدريبي مسائي، ما كنت واجه مشكلة. هو يعني صعب شوي بس إذا نظمت وقتك بصير، يعني ما هالشيء مستحيل. حلو. هلا عم ناخذ البطولة باسطنبول ببشك شهير، مخططاتك الجاية هلا شو ناوي؟ أكيد يعني ما حتكتفي بهاي. هلا للمعلومية أنا حائز على المركز الثالث باسطنبول كمان. آه حلو كتير، هاي المعلومة كمان ما بنعرفها، المركز الثالث باسطنبول يعني إيه هاي يعني كمدارس، أنا بلعب كلاعب تماما برا المدارس وضمن المدارس. المركز الثالث على اسطنبول في بطولة المدارس فينا نقول. ايه تمام. آه. بعد هدول البطولات وبعد هاي البطولة اللي حافظت عليها سنتين، شو ناوي هلأ؟ هلا إن شاء الله أنا مقبل على الجامعة، حلو. فإن شاء الله إنه ناوي أدرس طب أسنان. من ناحية هاي الرياضة، هلا أنا كنت أول ما دخلت ناوي إنه وصل للمنتخب الوطني أو هيك، بس أدركت إنه هاي الرياضة لازم تبلش بعمر مبكر جدا يعني لحتى توصل لهالمستوى، فهو ما شيء مستحيل بس صعب كثير يعني حاليا، إنه بدأت متأخر، بس إن شاء الله قد يعني ايه عمرك أحصل على. نور؟ عم تقول بدأت أنا متأخر، 18 18 انت دمرت آمال هلا اللي فوق ال 25 اذا عم تقول 18 وبلشت متأخر. ايه انا بلشت بس 15 او 14 سنة وبلشت متأخر، يعني لحتى توصل لهالمستوى بدك 7 8 سنين. والله فنصيحة للي عندهم هلا اولاد صغار،
يعني ما يتردد ابدا يحط ابنه بهالعمر الصغير، يعني بيوصل لمرحله كثير قويه بس يكبر. إذا بدنا ندرس طب أسنان، يعني ليش طب الأسنان؟ مانك من تنس الطاولة لطب الأسنان. هاي كدراسة كرياضة إن شاء الله هيك أحصل على في مركز بين الجامعات وألعب بدوري المحترفين بتركيا. يعني نحن كمان بنتمنى لك هذا الشيء. يعني دراسة حكينا، البطولات حكينا، لكن التدريبات اللي أنت عم تقول يعني إنه على نطاق المدرسة، معناتها ما عندك مدرب خاص صح؟ أنا بلعب بنادي، نادي ببشك شهير، شو اسمه هيك النادي؟ بالضبط. بشك شهير سبور كلوب. باشك شهير سبورت. سبور كلوب ورا الأمنيات. اوكي، مشان اللي بده يروح يتصور جنب نور قبل ما يصير دكتور عاد اسنان مشهور ويبطل يتصور معنا. لا لا، اي طيب، يعني الصعوبات اللي عم نواجهها نحن كسوريين انت عم تحس فيها، ولا اللي سنه اصغر بتكون اسهل بكتير لحتى يدرس لحتى يلعب رياضة لحتى يلحق شغفه؟ هلا في هيك شيء، انا مثل ما قلت لك انه اجيت على تركيا ب 2014، فاول ما اجيت ما سجلت بالمدارس التركيه، درست بالمدارس المؤقته لصف الثامن. كانت تركيتي مانا هال كثير منيحه ولا انا سيئه، مع هيك واجهت، يعني مع انه تركيتي ما كثير سيئه، واجهت بعض المشاكل بالمدرسه، بس تتحسن لغتك يعني بصير ما بيفرقوا، يعني حتى لو بس شيء قليل، يعني بس تتخطاهم اذا كانت لغتك منيحه. وبالذات إذا كنت شاطر وإذا كنت مميز، يعني ما بعرف إذا يعني بيتغاضوا عن هالشيء، ما انه بي هو كمان ما كل بي... ما... إنسان، يمكن كل شخصية فردية بمحيطه، يعني ايه. بكون له تعامل. وبشك شهير يعني بتحس إنه البيئة مرحبة فيها صح؟ ايه تسكن من أنت ارقى المناطق من ناحية والبيئة مرحبة أغلبها، يعني بالإضافة للأتراك في عرب وسوريين كتير. صحيح. ما بعرف هو إذا هي شغلة ثانية كمان، لأنه المدارس حتى المدارس التركية اللي كنا ندرس فيها كان فيها عرب كثير، حلو. فما كان هي ايه يعني، حتى كان في لجن مخصصة لهالشيء، يعني انه لجنة عربية ولجنة تركية، فإذا كان يصير مشاكل فورا يتدخل. جميل جدا، حلو. يعني نحن بنتمنى كل الطلاب السوريين يعني يمرقوا بهذه التجربة اللطيفة على الأقل بالمدارس. ما بعرف بختام اللقاء يا نور إذا بتحب تقول شيء يعني، أو تحكي الشباب اللي بعمرك شيء. هلا حكيت لك على اللي عنده اولاد. حبيت هاي، دمرتني أنا، خلص ما أتقرب عليها هاي، لا كمل لا، يلا. بكرة الأولاد مهن صغار يحطوا رياضه، يحطون بنادي او بخلوهم يجربوا اكثر من رياضه، وبعدين يختاروا رياضه معينه حتى لو ما بده يوصل فيها لمستوى عالي، بس يعني بتتبع وبتطور كومة شغلات عند كومة مهارات عند الطفل.